ناقشت أنا والمهندس إنه يقول شكر فيك، أنا بدي أنقله على مكان ثاني. خمس براميل ما بكفيني يومين بعشرة آلاف ليرة، هاي جريمة. كل نهار نحن نركض من معتمد لمعتمد، أحياناً لنحصل 14 رغيف. بيعطوك ساعة مي، هالساعة هاي بتقدري أنتي تعبي فيها. شكاوى كثيرة لتجمع سكان جديدة الفضل في محافظة القنيطرة حول العديد من المشاكل والصعوبات اليومية، ومع اقتراب فصل الشتاء تظهر العيوب الموجودة في الشوارع والطرقات، فبعد هطول الأمطار تمتلئ الحفر بالمياه وتعيق السير وتسبب بالحوادث، في المقابل وعود مستمرة بإنجاز عملية تعبيد الطرقات، ومما يزيد الأمر سوءا لدى الأهالي حسب كلامهم أنه بعد اتخاذ قرار التنفيذ لطريق حي طبرية ومساعدتهم في ردم المصارف والحفر وتجهيز الطريق للبدء بعملية التزفيت، انتقل العمل والآليات إلى طريق آخر وبقي الطريق على حاله وبالمساوئ ذاتها. رفعنا طلب من سنتين مشان تعبيد الطريق الذي يبدأ من شارع 12 وينتهي بالبناء، توافق عليه السيد المحافظ وعدوا له كشف تقديري وانتقل نتيجة محسوبيات إلى مكان آخر. أجا المساعد الفني حسين قاسم قال لي هذا الطريق تبع حارة طبرية بده يزفت، وخبر الجيران كلهم أني مددوا، وبعدين بعد ثلاثة أيام بدنا نزفت، وإذا متفاجأ أني لغوا التزفيت. الزفت كان موقع على هون وموقع على الشارع هذا، يصل لآخر الشارع تبع الستاعش. أنا بعرف هيك وكنت أنا موجود على شيء اللي أنت أنا أسمعه. ثاني يوم على بنا بدهني وأجوا جهزوا على 24 بده يعملوا، ثالث يوم أجوا تحول الزفت لحول المدرسة. صبر نفد لدى الأهالي وزاد فوق همومهم هموما وأوجاع، فإلى جانب سوء الطريق تجد قمامة منتشرة في الأراضي وروائح كريهة، يضاف إلى كل ذلك سرقة أكبال الكهرباء وانقطاع الماء، ليضطروا لشراء صهاريج ماء بأسعار مرتفعة، وهذا ليس بمقدور كل الأهالي، ولتأتي مشكلة الخبز وتزيد من حجم المعاناة. ليش ما في مي؟ والله ما أجتنا هيك من الفوج، مع أنه الفوج في عنده مياه كل يوم. فرجاء فرجاء رجاء يا سيد المحافظ، أنا أتوجه إليك انه هالبلد بده مساعدة من يدك. جوزي مريض مقعد، لا بيقدر يقوم لا بيقدر يقعد لا بيقدر يتحرك، الغبرة العفرة بالصيف غبرة بالشتوية طين. معاناتنا نحن هون تزفيت والوسخ والغبرة بالصيف ولا بالشتاء الطين مو طبيعي. مطالب تصاعدت ومناشدة الاهالي للجهات المعنية بات واضحا لايجاد حل جذري لخدمات اقل ما يمكن وصفها بالمحقة والمنطقية. مي أبو دقة لقناة سما الفضائية القنيطرة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل محمد أحمد العلان. أستاذ محمد أهلا بك معنا في النشرة. أهلا وسهلا. تابعت معنا التقرير، الوضع مزري. لنبدأ من مشكلة حي طبرية التي أثارت الحيرة والتساؤلات حول التخبط في تنفيذ أعمال التزفيت، ما الذي جرى؟ لا مو تخبط بمعنى التخبط، لا، الموضوع هو عبارة عن دراسة قوانين فقط. نحن قدم علينا الحي بمشروع لتعبيد الطريق، ونحن عملنا إجراءاتنا الاعتيادية بحيث دراسة المخططات وبعثها للخدمات الفنية بالقنيطرة، ونحن بنعرف انه هذا الشارع او هذا الطريق هو غير نازل بالمخطط التنظيمي الحالي لبلدة تجمع جديدة عرطوز. نحن ساوينا الكشوف التقديرية ورفعناها للسيد المحافظ عن طريق الخدمات الفنية، فرجعنا من الخدمات الفنية انه هذا الطريق هو غير داخل في المخطط التنظيمي. نحن عملنا اجراءاتنا وحسب الامكانية والمتاحة بهذا الموضوع. طبعا نحن الشارع هذا نحن رح نزفته حتى لو مداخل بالمخطط التنظيمي، ونحن رفعنا نحن لاول مره من خلال مسيره او خلينا نقول. ما هي المده المتوقعه للتزفيت استاذ محمد؟ والله نحن بانتظار بس التصديق من الانشاءات العسكريه الفرع الصناعي لحتى نمشي بهذا الموضوع. يعني نحن لاول مره عم احكي لك انه نحن لاول مره بنزفت على حساب الموازنة، موازنة البلدة. يعني نحن عندنا مشروع بقيمة 75 مليون
على حساب موازنة البلدة، بالإضافة إلى حساب الموازنة المستقل 125 مليون. ونحن امبارح انهينا المرحلة الأولى من مرحلة التزفيت من خلال شهر 12 وفي جوار شارع رئيسي بجوار البلدية. طيب إذا قلنا أن تزفيت حي طبرية سيتم قريبا، ماذا عن باقي الخدمات من عدم ترحيل القمامة إلى مشاكل الكهرباء والماء والخبز التي يعاني منها السكان؟ هلا بالنسبة للقمامة، نحن طالبنا عن طريق المحافظة وحصلنا على عقد بعقد ترحيل القمامة. نحن عندنا مجتمع ضخم بعدد حوالي 250 ألف نسمة، عندنا عدد آليات قليل وعدد عمال قليل جدا. طبعا المحافظة نحن يعني عم تساعدنا خلال عقود ترحيل القمامة خلال سيارات النفايات الصلبة، وهذا شكل دوري بهذا الموضوع. بالنسبة للمياه، المياه حوالي نحن عندنا نقص بموارد المياه، لأنه كانت المخططات هي على مثلا على 30 أو 40 ألف نسمة، صار عندنا من خلال هاي الأزمة نقص بالموارد يعني بحدود 250 ألف نسمة، فزادت استهلاك المياه. كانت المدة الزمنية لتغذية المياه للمواطنين بحدود 10 لحد 12 يوم، نحن زودنا عملنا على تشغيل 3 آبار جدد، وخفضت الكمية هلا تقريبا لحدود 7 أيام على بتصير التغذية. نعم، رئيس مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل محمد أحمد العلان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.